كثير من المتابعين طلبوا منا وصفة صوص الفطر أو جريفي الفطر اللي قدمناها مع الماشت بوتيتو في وصفة سابقة. اليوم رح أحضر لكم إياها حتى تعرفوا قديه هي بسيطة وغنية بالطعم وكثير طيبة. عندي طنجرة أو كسرولة على النار، فضلت أستخدم الستانلس لأني رح أطحن المكونات. رح أضيف فيها معلقتين كبار زبدة، مجرد ما ذابت الزبدة رح أضيف حبة بصل واحدة فرمتها لمكعبات. احنا ضفنا زبدة للبصل حتى البصل يتكرمل، لانه لو قليت البصل مع الزيت ما رح يعطيني لون الكراميل اللي بدي اوصل له. هون رح اضلني اقلي بالبصل لحد ما يدبل ويتحول للون الكراميل او يتكرمل. هاي خطوة كتير ضرورية رح تعطي نكهة كتير طيبة للصوص، بنفس الوقت كمان رح تعطي لون حلو. يحتاج تقريبا من البصل 5 دقائق من التقليب على نار متوسطة. بعد مرور 5 دقائق على البصل شوفوا اللون اللي حصلت عليه، اللون الذهبي هذا لون الكراميل بالضبط. أنا هيك بدي يكون البصل معي، وحتى لو غمق كمان شوية صغيرة رح يكون كمان منيح. كوب واحد من الفطر ممسوح فقط، ما بنغسل الفطر، وقطعته لشرائح. وممكن نستخدم الفطر المعلب بس يكون من نوعية جيدة ومنصفيه كتير منيح من مية التعليب. هون رح أبدأ أقلبه، ما رح ياخد كتير وقت، الفطر بيستوي بسرعة وبيدبل معانا بسرعة. مجرد دقيقة تقليب رح نلاقي الفطر فورا تغير لونه وبدأ يدبل. بس وصل عندي الفطر لهذا اللون والقوام، هلأ رح أضيف البهارات. بهاراتها كتير قليلة، ما بنستخدم غير نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، كمان ربع معلقة صغيرة أو برشة من جوزة الطيب، استخدامها اختياري بس كتير بحب نكهتها. رح أبرشها مباشرة فوق المكونات، رح أقلبهم شوي بس تتوزع البهارات والملح مع الفطر. الطحين هو العامل اللي رح يكثف عندي الصلصة، عندي معلقة كبيرة تكون مليانة كتير، ضفتها ورح أقلب. مباشرة رح يتماسك الطحين مع الفطر بهالشكل. المي اللي بدي أستخدمها لازم تكون باردة أو بحرارة الغرفة، ما تستخدموا مي سخنة لأنه الطحين رح يعمل كتل معانا إذا استخدمنا مي سخنة. كوب واحد مي، وهلأ رح أترك المزيج هذا يغلي شوي. مدة دقيقة واحدة رح تكون كافية لطبخ الطحين وتتكثف عندي الصلصة. شايفين الصوص وصلت للغليان؟ رح أقلب حتى ما ينحرق الطحين أو يلزق بقاع الطنجرة. لو حسيتوا الصوص كتير كثيف ممكن تضيفوا كمان ربع كوب من المي. بدي قوام الصوص يكون بهذا الشكل. شوفوا الصوص بعد ما رفعتها من النار، هيك صار عندي صوص الفطر جاهز للطحن. في حال حبيتوا انه تقدموه مثل ما هو اكيد ممكن، واذا حبيتوا انه تطحنوا رح نستخدم الهاند بلندر، واذا مش متوفر عندنا الهاند بلندر ممكن نستخدم خلاط البريق العادي. طحنت المزيج لصار بهذا الشكل او القوام، هيك صار الصوص جاهز. بفضل انه نطبخه كمان دقيقة تانية على النار وهو مطحون بس لتتماسك المكونات مثل ما حكينا. هون بنقدر نحدد كثافة قوام الصوص، بالنسبة إلي هاي الكثافة ممتازة، أنا زدت لها شوية مي صغيرة بس. في حال أنتوا حبيتوها أكثف أو أخف ممكن أنتوا تتحكموا بكمية المي اللي بنزيدها. هاي الصوص عندي هيك صار جاهز، كثافته وقوامه مثاليين. هلأ رح أصبه بالوعاء الخاص بالصوصات أو الجريفي. شوفوا معي ما أحلى هاللون، ريحته بتشهي ونكهته كمان بتاخد العقل. رح أقدمه مع نفس وصفة الماشت بوتيتو اللي قدمناها مسبقا، ومنصبه بهالشكل، ومثل ما حكينا منقدمه كمان مع اللحوم المشوية والدجاج. ممكن نزين برشة خفيفة من الأوريغانو أو الزعتر البري المجفف، نكهته كتير بتلبق مع هاي النكهات. شوفوا قديه لونه حلو، قوامه حلو، وطعمه كمان رح يكون بياخد العقل.